يدير بيا طويله في اتجاه عادل سلمي وضربه جزاء لفرح المنتخب الوطني التونسي. ضربه جزاء في مرجع عادل السلمي، ذكاء كبير من عادل السلمي. و سنشاهد ايضا ربما ورقه تكون الثانيه بالنسبه للاعب اللي قام بالمخالفه، هو اللاعب رقم 8 زوي نقبي، سنتاكد من ذلك. ضربة جزاء لصالح المنتخب الوطني التونسي في الدقيقة 14، الإعادة من زبير بيا، جويلة طلب الكرة ممتاز جدا من عادل السليمي، يدخل المنط والمخالفة واضحة بدون نقاش، المخالفة وموجودة وأصاب الحكم. هاي من زاوية ثانية المخرج والإخوان الفنيين مشكورين، من زاوية ثانية تبرز الخطأ الواضح. و أتابع شخصيا في قرار الحكم، لأنه إذا هنالك ورقة صفراء ستكون الثانية بالنسبة لجوي نجمي وتخرج معها الحمراء بالطبع، متأكد من ذلك، لا نسبق الأحداث. نشاهد الحكم الغيني السيد كامران مامادوبا اللي أصاب بقراره، وسكي كبير ياسر سواء من زبير بيا في توزيع الطويل، سواء ايضا من عادل السليمي في تلقي الكرة وفي دخوله للمنطقه. اجبر المدافع الليبيري على القيام بالمخالفه. الانذار يبدو لي غير رايه تدير الحكم. ضربه جزاء في تنظيم عادل السليمي. 15 دقيقة لعب في الشوط الثاني. عادل السليمي مسؤولية كبيرة ياسر بالنسبة لهذا اللاعب، لاعب فريق مونت الفرنسي، اللاعب اللي عنده خبرة كبيرة ياسر. عادل ويسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي. عادل السليمي 15 دقيقة لعب، عادل السليمي يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي. فرحة كبيرة والإعادة بقوة وممتازة، رغم أن الحارس أنطوني توكبان جاء باتجاه الكرة، لكن الكرة لما تكون قوية واختيار ثابت من اللاعب الممتاز عادل السليمي اللي جاب ضربة الجزاء واللي حولها. عادل السليمي المولود في 16 نوفمبر 1972 واللي يلعب حاليا في الفريق الفرنسي نون، تكون وترعرع في صفوف النادي الافريقي ثم لعب في فريق نون. طول عادل السليمي 1.74 متر، الوزن 73 كيلوغرام، والخطه نتاعه يلعب مهاجم ويلعب خطه وسط متقدم. لعب من الصغر نتاعه كان لاعب كبير، تم اختياره في العديد من المناسبات في الدورات نتاع الشبان كاحسن لاعب في الدوري. بوخديدة بدرع، خالد بدرع في اتجاه ابو خديده طيبه، وخالد بدرع يتقدم وابو خديده يصوب ومسال كادر السويع، كادر السويع الهدف الثاني خالد بدرع، الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني التونسي، الهدف الثاني خالد بدرع صف الكره في وقت ممتاز. و اسكندر السويع قام بعمليه جد ممتازه، شوفوا التصويبه وشوفوا اسكندر السويع يعطيه الصحه ومرر الكره لخالد بدرع يسجل الهدف الثاني. فرحه كبيره بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. شوفوا التصويبه من بوخديده باهيه منه، ترجع من المدافع واسكندر السويع يعطيه الصحه ويحضر، مش هو ينفذ، شاف زميله في موقع ممتاز يعطيه الكرة. نوصل الآن مقابلة ليبيريا في تونس، خاصة أن الليبيريين ما عندهم جاو لتونس وما عندهم حتى اختيار إلا الانتصار. صحيح، بالنسبة لمنتخب ليبيريا كان انتصارهم علينا في تونس هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لهم، هذاك علاش جاو بكري لتونس وحضروا المقابلة بجدية كبيرة. من جانبنا كنا قارين كل شيء حسابه وحضرنا أنفسنا من جميع النواحي،
وكنا متأكدين أنها مقابلة باش تكون صعبة. واليوم وبعد ما فزنا بثنين بشيء نجم يقولوا أن الفريق التونسي أصبح يتحكم كما يلزم في المقابلات متاعه.